طبعا احنا في عندنا لجنة تشتغل على الترويج لمطار البحرين وجذب شركات الطيران الجديدة، لكن مثل ما تعرفون سعادتكم ان شركات الطيران تعمل على اسس تجارية، يعني انت ممكن تروج الى المطار ما لم يتواجد هناك عدد من المسافرين يخلي عملية التشغيل تجاريا مجدية. شركات الطيران تعزف عن التشغيل. الصوت لو سمحت سعادة الوزير. فبالتالي سلمك الله ان في هناك ترويج للمطار قاعدين نعمل عليه، واحنا نتفق تماما مع ما تفضل فيه سعادة النائب الاول، فان هناك في حاجة الى جذب المزيد من شركات الطيران. وضمن الخطة الاستراتيجية اللي تم وضعها هناك ايضا العمل الان على ربط مطار البحرين الدولي بعدد ما لا يقل عن 100 وجهة بحلول عام 2025. احنا وصلنا لحد الان 72 وجهة، وهذه تشمل الطيران التجاري وايضا تشمل الشحن الجوي. فيما يتعلق بالبوسنة والهرسك، التجربة السابقة اللي اشتغلوا عليها الاخوان كان في هناك تشغيل مؤقت، وتم هناك تشغيل رحلتين في الاسبوع بالنسبة لشركة طيران الخليج وايضا بالنسبة الى الشركات المعينة من البوسنة، وكان في هناك اقبال كبير، فبالتالي هذا دفعنا احنا نسعى الى توقيع هذه الاتفاقية. الاتفاقية بس حبيت اوضح شغلة واحدة، الاتفاقية الخدمات الجوية هي مجرد الإطار التنظيمي أو الإطار التشريعي للتشغيل، وليس بالضرورة يعني عندما يكون هناك في اتفاقية أو في إطار تنظيمي أو تشريعي أن أنت تشغل، إنما متى ما دعت الحاجة للتشغيل، متى ما كان في هناك جدوى تجارية أو اجتماعية أو تجارية أو اقتصادية، يكون هذه الاتفاقية موجودة، وكل ما هنالك على شركات الطيران أنها تقدم جداول الرحلات، وبالتالي يتم الموافقة عليها وتبتدي عملية التشغيل. فيما يتعلق بما تفضلت فيه بالنسبة حق التشغيل مع الأشقاء في قطر، طبعا احنا يعني بدأنا بالمخاطبات الرسمية، وهناك في قبول من الجانبين على إن شاء الله استئناف الرحلات، ويبقى بس موضوع اللي هو الاتفاق على الجداول، وهذا الموضوع أيضا قيد الدراسة وقيد المناقشة بين الجانبين. فأنا بس حبيت أوضح هذه العملية، نحن نتفق تماماً مع ما تفضلت فيه. لا شك أن الطيران مهم جداً، ممكن أثبت جدواه في الكوفيد، في فترة الكوفيد، وربط البحرين أيضاً بدول العالم الأخرى مجدي اقتصادياً وتجارياً واجتماعياً، وإحنا نسعى قدر الإمكان أن إحنا نفعل هذه الاتفاقيات مثل ما كان هناك الجدوى.